أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بعيدا عن السياسة. كشفت الحفريات الأثرية الجارية في ولاية هاتاي جنوبية تركيا عن العثور على قطع من هيكل عظمي بشري يعود تاريخه ل3500 عام. وأوضح مرادا كار من جامعة مصطفى كمال أنه تم العثور على قطع من هيكل عظمي بشري لامرأة من أصول آسيا الوسطى في حفرة يبلغ عمقها 5 أمتار، وأشار إلى أن اختبارات الحمض النووي وعلم الأنثروبولوجيا أكدت أن القطع العظمية تعود لامرأة يتراوح عمرها ما بين 40 إلى 45 عاماً. دخلت مؤخراً مراحيض بجدران شفافة الخدمة العامة في حدائق عامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، حيث يمكن رؤية داخلها عندما تكون فارغة، إلا أن زجاجها الذكي الملون يصبح قاتماً في وضعية الاستخدام، ويتيح المرحاض للمستخدم إمكانية الاستمتاع بالمنظر الخارجي من خلال الزجاج دون حاجته إلى القلق بشأن خصوصيته. أعلن القائمون على مدينة كيبرا الأثرية في ولاية بوردور جنوبية غربية تركيا عن عرض لوحة ميدوسا الفسيفسائية للزوار طيلة شهر أيلول المقبل. وتقع كيبرا على ارتفاع 2350 متراً عن سطح البحر بين غابات العرعر والأرز، وقد بدأت في 2006 أعمال حفر وتنقيب أثرية في المدينة التي تعود إلى ما قبل 2300 سنة. وتضم كيبرا لوحة الفسيفساء الشهيرة التي تصور ميدوسا إحدى أشهر شخصيات الميثولوجيا الإغريقية، وحمامات رومانية وغرفا تحت الأرض. مع استمرار حرائق الغابات وانتقالها إلى مناطق مكتظة بالسكان في منطقة باي بولاية كاليفورنيا، تقوم جمعية الرفق بالحيوان ومنظمات رعاية الحيوان المماثلة بإنشاء المزيد من الملاجئ لإيواء الحيوانات، حيث يوجد حالياً 75 منزلاً للحيوانات في كاوبالاس، مع توقع إنشاء عشرات المنازل الأخرى في الأيام المقبلة لاستيعاب الحيوانات المتضررة من جراء الحرائق. أثر مزارع تركي بولاية مرسين استعارة شاحنة من معارفه، ورفض تحريك شاحنته الخاصة بعدما اكتشف أن حمامة بنت عشها ووضعت بيضها على مساحات زجاج الشاحنة. وقال المزارع إن الحمامة وضعت بيضتين في عشها وستفقسان بعد 21 يوماً، وقد يمتد نمو الفرخين إلى 2 شهر. وقال أيضاً: سأنتظر بصبر إلى ذلك الحين. تمكن رجل هندي من بناء نسخة مصغرة تعمل بكامل طاقتها لسيارة جيب ويلز مخصصة لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات في مدينة كاتابانا، وتزن السيارة الصغيرة 75 كيلوغراماً، واستغرق بناؤها 8 أشهر، وتحتوي على دواسة وقود، وتشتمل على مساحات زجاج وبوق ومنفذ شحن USB وصندوق إسعافات أولية. بخطوة تعد الأولى من نوعها بألمانيا، تم افتتاح مطعم صديق تماماً للبيئة
بحيث لا تستخدم فيه المواد البلاستيكية، وتتم إعادة تدوير كل المواد التي تستخدم بالمطعم بما في ذلك بقايا الطعام التي يعاد تصنيعها. أما المخلفات من الأطعمة التي لا تصلح للاستخدام نهائياً فيتم وضعها بآلة مخصصة تقوم بتحويلها إلى سماد يذهب لأصحاب المزارع العضوية. كما أن جميع أثاث المطعم واللوحات التي تزينه من مواد تمت إعادة تدويرها. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. يقوم عثمان غولسار بإحياء فن الخط والزخارف العائدة للعهدين السلجوقي والعثماني من خلال حفرها على الأخشاب. غولسار الذي بدأ في النقش على الخشب قبل 30 عاماً أنشأ ورشته الخاصة في قضاء أخلاط بولاية بيتليس شرقي تركيا بعد أن طور نفسه في الحرفة. يفتح ورشته مع إشراقة الصباح ويعمل دون كلل أو ملل في نقش لوحات الخطاطين المشهورين والزخارف التي تحمل آثار الفترتين السلجوقية والعثمانية على أخشاب الجوز. يحول الزخارف الموجودة على شواهد وقبب الأضرحة الموجودة في مقبرة ساحة السلجوقي إلى أعمال فنية على أخشاب الجوز. طور غولسار فنه بجهد شخصي بعد أن استوحى ذلك من جده الذي كان يعمل نجاراً، وذكر أنه يصنع لوحاته من خشب أشجار الجوز، وأنه صنع لوحات قدمها إلى رئاسة الجمهورية ووزراء ونواب في البرلمان.
اليوم موضوعنا هو الأكزيما أو ما يعرف بجفاف الجلد، وفي الحقيقة هو من يعتبر من الأمراض الأكثر انتشاراً وخاصة عند الأطفال الحديثين الولادة، حيث تبدأ الأكزيما من سن 40 يوم إلى السنة أو السنتين من العمر، تظهر على شكل طفح جلدي احمرار بالبشرة أو ممكن على شكل بثور. في الحقيقة هناك عدة أنواع للأكزيما، منها الأكزيما العرقية
الأكزيما القرصية، الأكزيما التماسية. وهنا يجب معرفة نوع الأكزيما ومهيجاتها للتوصل لطريقة العلاج. للوقاية من الأكزيما هو تجنب مسببات الأكزيما ومهيجاتها، كما يفضل ترطيب البشرة باستمرار، تجنب الحرارة والبرودة الشديدة، ويفضل استعمال الأدوية المناسبة في الوقت أو في حالة تهيج الأكزيما. أما بالنسبة لطرق علاج الأكزيما، كما ذكرنا سابقاً، المهم هو معرفة سبب الأكزيما ومهيجاتها لمعرفة طريقة العلاج. كما تتراوح العلاجات من كريمات موضعية إلى علاجات جهازية.